حول الرئيس التركي رجب أردوغان المواجهة السياسية مع فرنسا حول عدد من القضايا الاستراتيجية إلى صراع شخصي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتهمه باعتماد الأسلوب الاستعراضي على خلفية تصعيد فرنسي ملحوظ يهدف إلى منع تركيا من فرض أمر واقع في شرق المتوسط. التصعيد الفرنسي جاء كرد واضح لكبح الأطماع التركية التي تحاول السيطرة على منطقة شرق المتوسط، خصوصا بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة صخيرات، والتصعيد الاستفزازي لتركيا مع قبرص واليونان حول الاستكشاف والتنقيب في شرق المتوسط. الأسبوع الماضي وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وهي الخطوة التي تلغي الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة طرابلس، ومثلت هذه الخطوة صفعة لأنقرة. وزيرة الجيوش الفرنسية قالت أن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافيت بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بالمنطقة. ويقول مراقبون أن هذه رسالة فرنسية واضحة لتركيا تستكمل الرسالة التي وجهتها لها في ليبيا. مصادر عسكرية يونانية أكدت وصول الفرقاطة الفرنسية والطائرتين لجزيرة كريت اليونانية، ونفذت مناورات مشتركة مع قوات يونانية. رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس علق على حسابه بتويتر بعد اتصال هاتفي بماكرون قائلا: إيمانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان ومدافع متحمس عن القيم الأوروبية والقانون الدولي. توتر إقليمي متصاعد جاء بعد نشر تركيا سفينة تنقيب قبالة الساحل اليوناني تحت حماية قطع حربية تركية في محاولة لفرض أمر واقع في منطقة شرق المتوسط، وهي الخطوة التي قوبلت برفض دولي واسع فيما وصفت داخل ليبيا بغير القانونية باعتبارها لم تمر على البرلمان. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.